صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافية، كيف الحال؟ مستعدين حق التقرير الأسبوعي، نشوف السياكل اللي عندنا. Follow me outside. عندنا أول سيكل وأجملهم بصراحة بوليفارد The Saudi Admiration. شوف الاير انتيك ديول، ها اثنينهم نفس بعض اليمين واليسار، جميل جدا. شوف الكي تي ام 950 ادفنتشر، نظيف نظافة، جميل جمالة. وعندنا ال ار 6 ياماها، وعندنا بعد الهايبوسا الوحشي شوف البولت جورجيس، وعندنا this beautiful Ducati الخيمة مونستر 795، and we have this beautiful 850 GS full accessories full. F800 I think. شوف حلوة، عندنا المهندرا هذا السكند انتري، وعندنا this beautiful exclusive. Oh my god. مثل ما قلت لكم ذا ياماها go inside the engine. شوفها عندنا المهندرا وعندنا بعد مجموعة سياكل جميلة. اوكي خليكم معانا وباي باي، شوفكم. روح 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 بعد روح سيو سيو، ارفع فوق ارفع فوق بعد، روح روح بعد فوق 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 and